أمر الآن إلى نوع آخر. مثلا هنا اليونيفرسال جوينت. هنا في اليونيفرسال جوينت الاتجاهات اللي مش مسموح لهم فيها الحركة هو الاتجاه هذا والاتجاه هذا والاتجاه هذا، فعندي ردات فعل FY وFZ وFX. لكن أيضا غير مسموح لي بالمومنت أي الدوران في هذا الاتجاه. المسموح به هو الدوران في هذا الاتجاه مسموح، وفي الاتجاه هذا أيضا مسموح، لكن بس الام اكس هو اللي غير مسموح له بالدوران. ولو دورت بقوة راح بيتسبب هنا في انهيار السيستم متاعي. فبالتالي يكون عندي ثلاثة ردات فعل one moment. بالنسبة للفيكسد، طبعا في الفيكسد غير مسموح لك لا بالحركة لا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه. يعني النسبة للواي والزد والإكس الثلاث ثابتة، فما راح يكون عندي الحق في الحركة، فبتكون في ثلاث ردات فعل باتجاه إكس وواي وزد. نفس الشيء بالنسبة للمومنت، لما تكون مثبتة هنا المومنت بيكون صفر سواء كان باتجاه الإكس والواي والزد. فبالتالي بالنسبة إلي يعني طبعا هنا أقول مجموع المومنت بيساوي صفر، فبراح يكون مومنت بيقاوم الدوران، فبالتالي راح تكون عندي mx و my و mz كلهم different from zero. لكن المجموع في أي نقطة من نقاط السيستم عشان يصبح عندي توازن لازم المجموع بيكون بيساوي صفر. أمر الآن إلى pin supports. زي ما نشوفه هنا هذه هي الرسمة نفسها، هذه راح يتسبب في دوران حول هذا المحور، يعني الدوران موجود حول هذا المحور لكن ثابتة سواء كانت في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، ثابتة في الاتجاهات المحاور الثلاثة FX FY FZ. فبالتالي في ردات فعل باتجاه X وY وZ. بالنسبة للمومنت اللي فيها حركة بس حول هذا المحور، فبالتالي المومنت هنا بيكون صفر حول لأنه بتستطيع الدور حول هذا المحور. وبالنسبة للمحاور الأخرى غير مسموح لك بالدوران بالنسبة للزد والواي، فهنا المومنت راح يكون different from zero، بس المومنت الموجود هنا mx هو اللي بيساوي صفر. طبعا نفس الشيء عشان تجد ردات الفعل الموجودة هنا لازم دايما بنكتب مجموع الفورسز بتساوي صفر ومجموع المومنت حول النقطة اللي فيها أي نقطة من نقاط السيستم بتساوي صفر، مع العلم أنه الدوران عكس عقارب الساعة بيكون موجب. في ثلاثي الأبعاد هذه تعطيني ثلاث equations باتجاه الإكس والواي والزد، وهذه أيضا ثلاث equations باتجاه يعني دوران حول الإكس والواي والزد، مجموعهم رح يساوي ستة معادلات، وبالتالي تقدر تحل بها ستة مجاهيل.